السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. السيسي يؤكد الحرص على الارتقاء بالتعاون مع طوكيو في المجالين الاقتصادي والتجاري، ووزير خارجية اليابان يشير إلى ما تمثله مصر من سوق واعدة. نحن لا نقبل ما تفضل به مندوب قطر. وشكري يرفض كلمة ممثل قطر في اجتماع وزراء الخارجية العرب، واصفا أسلوبه بغير المقبول، ويؤكد أن مصر تعرضت لإرهاب بتمويل قطري. مصر تشيع جثامين شهداء اعتداء العريش الإرهابي وسط إدانة من مجلس الأمن، ودعوات دولية لملاحقة رعاة الإرهاب. وفي نشرتنا الاقتصادية نتابع: وزير البترول يؤكد الالتزام بالتشغيل الاقتصادي الآمن حفاظا على الأصول الإنتاجية والمنشآت والأفراد. أما في أخبارنا الرياضية تتابعون: رسميا محمود الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون المشترك مع اليابان، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. تأكيد جاء خلال استقبال سيادته وزير الخارجية الياباني تارو كونو، حيث تم استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما ينفذ من مشروعات وطنية كبرى وإجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزير خارجية اليابان أكد اهتمام الشركات اليابانية بتكثيف نشاطها في مصر، مشيرا إلى ما تمثله مصر من سوق واعدة وما توفره من فرص متنوعة للمستثمرين اليابانيين. كما وجه وزير خارجية اليابان التعازي للرئيس في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالأمس في سيناء، مشددا على وقوف الشعب الياباني بجانب مصر في جهودها للقضاء على الإرهاب. ومن جانبه أشار الرئيس السيسي إلى ما يكنه الشعب المصري من احترام وتقدير للشعب الياباني، معربا عن التطلع لتطوير أوجه التعاون في المجالات كافة. وبدوره أكد وزير الخارجية الياباني على حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون القائم بينهما في مجال تطوير التعليم واهتمام مصر بإنشاء عدد من المدارس اليابانية. ومن جانبه أكد الرئيس السيسي تقديره للتعاون القائم مع اليابان في مجال تطوير التعليم، والحرص على الاستفادة من النموذج الياباني الذي يقوم على الاهتمام بالجانب الأخلاقي وغرس روح العمل الجماعي في نفوس النشء، فضلا عن بث قيم التحلي بالدقة والإتقان والانضباط وتعظيم دور المعلم. ووجه رئيس الجمهورية الشكر لوزير خارجية اليابان على الدعم الذي تقدمه بلاده لمصر، خاصة في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير. وفي سياق متصل، شهد اللقاء استعراضا لموضوعات إقليمية ودولية، خاصة الوضع في الشرق الأوسط وأزمة كوريا الشمالية. وتطرق أيضا اللقاء إلى سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل وفي المنظمات الدولية.
اختتم وزراء الخارجية العرب أعمال الدورة 148 لمجلس الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث أصدر المجلس الوزري قرارات أحدها بشأن الاستفتاء في كردستان، حيث يتمسك هذا القرار بوحدة التراب العراقي ويطالب بأن تكون أي خطوات وفقا للدستور العراقي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأمين عام الجامعة العربية مع وزير خارجية جيبوتي. وقد أكد أبو الغيط أن هناك لجنة سوف تشكل للنظر في الاستراتيجية والتكتيك للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، مشددا على التزام الجامعة العربية الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. في القرار، في قرار الأفكار الفلسطينية تم تبنيها، وهي أنه يجب التصدي للسعي الإسرائيلي للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2021 في الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة سوف تكون أو 19/20، الانتخابات القادمة سوف تكون في شهر يونيو 6 القادم، وبالتالي شكلت لجنة أيضا لوضع الاستراتيجية والتكتيك لمقاومة هذا الاحتمال. وخلال أعمال الدورة 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر عازمة على المساهمة بدور فاعل في حل الأزمات التي تمر بالمنطقة، وعلى مواصلة جهودها لرفع عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم صمود الشعب الفلسطيني. تسليم من الجزائر وتسلم من وزير خارجية جيبوتي للدورة 148 لوزراء الخارجية العرب من بعده، وفي حديث الأخير دعوة لعدم التدخل في شؤون الدول. وندعو إيران إلى الكف عن دورها السلبي الذي من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي والسلام الإقليمية للدول. تتعالى وتيرة أحداث المنطقة صعوبة وكثرة، ما جعل الأمين العام يؤكد ضرورة القضاء على الإرهاب كفكر لا الانتصار كحرب، منتقلا لتعنت الحكومة الإسرائيلية في النقاش بل وزيادة الاستيطان والتعدي على الأقصى. إن إسرائيل ما زالت تشعر بأن في إمكانها استدامة احتلالها للأراضي العربية وتطبيع علاقاتها مع العالم في نفس الوقت، وهذه المعادلة للأسف سوف تقود في النهاية إلى تقويض حل الدولتين وإلى انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة ومن ثم في المنطقة بأسرها. وعن اللاجئين الفلسطينيين كان حديث المفوض العام للأنروا. إنني أسمع كلمات تمتدح صمود اللاجئين الفلسطينيين، ذلك يقلقني، فالتحمل البشري موجود بالتغلب على الصدمات لكنه ليس قاعدة، ففي الأصل يجب أن تنتهي المظالم. وزير خارجية فلسطين وضع الكلمة عند مخاوف من تغلغل إسرائيلي في أفريقيا عبر قمة ينوى لها التفعيل تحت مسمى أفريقيا إسرائيل. الحمد لله، وبهذا الجهد الجماعي والتحرك المدروس من قبل الدبلوماسية الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة ومنظمة التعاون الإسلامي، تلقينا بالأمس خبر تأجيل انعقاد ذلك المؤتمر. مصر وكما رفعت لواء محاربة الفكر المتطرف وضعت أولى أولوياتها فلسطين، إضافة لدعم الشرعية في اليمن. كما قامت مصر برعاية اتفاقية التهدئة الميدانية في سوريا في شهر يوليو الماضي، جنبا إلى جنب مع مواصلة جهودها لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السياسي. وفي ليبيا استمرت مصر في التواصل مع كافة الأطراف الليبية للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة تحفظ وحدة ليبيا وتحترم خيارات شعبها. وإن انتصار في تحد، تبقى محاولات في أخرى. العرب وفي ظروف استثنائية يبحثون عن صمود في جسد واحد. بفلسطين ولها بدأ ويظل الحديث عن افتراء الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين وإرادة دولية واهنة أمام أفعال دولة الاحتلال ومخاوف من تغلغلها في أفريقيا. وفي الدورة العادية أيضا لوزراء الخارجية العرب مباركة لدحر داعش في العراق مع ضرورة وأد الإرهاب في أماكن وجوده، إضافة لإجماع الكل على دعم الحل السياسي في مناطق النزاع بالمنطقة مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير. من مقر الجامعة العربية القاهرة، أحمد نبيل، التلفزيون المصري.
كانت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب قد شهدت حالة من الجدل الحاد أثارتها كلمة وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية سلطان المريخي، وتضمنت التطول بكلمات غير لائقة بحق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. من جهته أعلن وزير الخارجية سامح شكري رفضه لما تضمنته كلمة الوزير القطري، واصفا أسلوبه بغير المقبول. وقال شكري إن مصر تعرضت لإرهاب تم بتمويل قطري وسقط شهداء من أبناء مصر، مشددا على أن هذه حقوق لن تضيع. اعتباري أول من طلب حق الرد فسوف أرد على هذه المهاترات وهذا الحديث الغير ملائم حتى في بعض العبارات التي استخدمت والتي تعتبر عبارات متدنية لا يجب استخدامها في مثل هذه الأروقة. نحن نعلم جميعا التاريخ القطري في دعم الإرهاب وما تم توفيره من أسلحة ومن أموال لعناصر ومتطرفة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي داخل مصر، وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء مصر، وهذه الحقوق لن تضيع. فنحن سوف نستمر في الحفاظ على مصالحنا والدفاع عن مواطنينا واتخاذ كل الإجراءات التي تكفلها لنا القوانين الدولية والسيادة التي نتمتع بها. نحن شعوب لنا رصيد من التاريخ يمتد إلى 7000 سنة، وعندما نتكلم عن حقائق، وعندما نتصرف بمسؤولية. فنحن لا نقبل ما تفضل به مندوب قطر، ونعتبر أن هذا الكلام كلام خارج لا يجب أن يثار وبأسلوب غير مقبول، وشكرا. ومعنا عبر الهاتف سيادة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. سيادة المستشار، ما تعليقك على ما جاء في رد وزير الخارجية المصري على ما أثير من كلمة المندوب القطري في جامعة الدول العربية؟ يعني هو بالطبع لا يوجد تعليق بعد أن تحدث السيد وزير الخارجية بكل وضوح عن موقف مصر، وعبر بكل وضوح عن الموقف المصري تجاه الممارسات القطرية والتدخل القطري السلبي بدعم الإرهاب ودعم التنظيمات المتطرفة في عدد كبير من الدول في المنطقة من بينها مصر. وبالتالي هو كانت مداخلة الهدف رد على مداخلة وزير الدولة القطري، إنما رفض الاتهامات الموجهة إلى قطر. اتهم الدول العربية الأربع في الحصار أو ممارسة الحصار الإنساني على قطر، إنما حاول تزييف حقائق وإظهار أن بلاده لا يوجد دليل على دعمها للإرهاب، وأن الدول تمارس حصارا إنسانيا يعاني منه الشعب القطري. كان ولا بد من وزراء الدول الثلاث الأربع الأخرى أن تمارس حق الرد في التأكيد على هذا الحديث بعيد تماما عن الصحة، وحديث يمتلئ بكثير من التدليس الذي يجب الرد عنه. نعم. سيادة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، شكرا جزيلا. كما أعربت أيضا كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عن استيائهم لما تضمنته كلمة الوزير القطري من إساءة بحق الدول الأربع بأروقة الجامعة العربية، حيث أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبوها لدى الجامعة العربية أحمد قطان أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر هي إجراءات سيادية وتمت بناء على السياسات الخاطئة التي تمارسها الحكومة القطرية على مدى سنوات طويلة. سوف أرد على بعض النقاط التي وردت للأسف الشديد في كلمة مندوب قطر. يقول أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات، دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه. الآن تقول أنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة. نحن لا نريد أحد أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء. نحن قادرون بحول الله وبقوته أننا نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك.
الأمر الآخر يقول الإرهاب وأين الأدلة؟ طيب أنا أبغى أسأل سؤال، الرئيس الأمريكي كم من مرة قال على قطر أن توقف دعم الإرهاب؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ كم دولة في أوروبا قالت هذا الكلام؟ التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريوس كاتابيكو والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة مع البنك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن النائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أكد أن مصر نجحت في إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأوضح أن ذلك كان أحد أسباب قرار البنك اختيار القاهرة لاستضافة المؤتمر الدولي الذي يعقد غدا بهدف زيادة الاستثمارات في منطقة المتوسط، والذي يشهد توقيع 3 اتفاقات لتمويل مشروعات للبنية الأساسية في مصر لدعم شبكة الصرف الصحي في عدد من المحافظات. ومن جانبه شدد رئيس الوزراء على أن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة كانت جريئة وصعبة، ولم يكن من المتاح الاستمرار بدون مواجهة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، وهو ما تفهمه الشعب المصري، حتى يتسنى للحكومة تحسين مستوى معيشة المواطنين. من ناحية أخرى، تابع المهندس شريف إسماعيل مع وزراء التجارة والصناعة والبترول والنقل ملفات العمل خلال هذه المرحلة والمشروعات أيضا التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين وتوفير احتياجات التنمية. وخلال اجتماعه ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة مستوى التعاون بين مصر والدول الأعضاء في تجمع البريكس للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول. وخلال اللقاء عرض وزير التجارة والصناعة نتائج الفعاليات التي جرت على هامش قمة بريكس والاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تضمنت تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج وتصنيع سيارات النقل، إلى جانب مشروع تنفيذ توسعات لإحدى الشركات الصينية العاملة في صناعة الألياف الزجاجية بمصر، فضلا عن اتفاقية في مجال زيارة الصادرات الزراعية بين البلدين. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطة إمداد المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والنقل ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، حيث شمل ذلك الموقف المتعلق بشبكات الطرق والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات ونسب الإنجاز الخاصة بها. وشدد رئيس الوزراء على أن يكون تنفيذ الأعمال وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات لاستكمال تنفيذ أعمال المرافق بما يضمن الانتهاء من تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المعدة لذلك. وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مرحبا بك سعادة السفير. سعادة السفير، إذا يبدو أن الاتصال قد تعذر بسفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. نتابع معا تقديم نشرة التاسعة. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. مجلس النواب العراقي يرفض استفتاء انفصال إقليم كردستان ويطالب العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق. الرقابة الإدارية تشن حملات على المدن الجامعية لمدى استعدادها لاستقبال الطلاب، وتكشف أوجه قصور وسلبيات. بدأ
بدأت النيابة العامة التحقيق في حادث العريش الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة والمدنيين، حيث تم تشكيل فريق من النيابة ونب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث لمعرفة نوع المتفجرات المستخدمة، علاوة على مطالبة الأجهزة المعنية بسرعة تحديد هوية الانتحاري بعد التحفظ على أشلائه. عدد من المحافظات شيع جثامين شهداء الحادث الإرهابي في العريش، وطالب أهالي الشهداء بسرعة القصاص العادل، وأكدوا الوقوف خلف القيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب. تعددت الأماكن والأزمنة لكن الجراح واحدة. في جنازة عسكرية مهيبة شيع الآلاف من أهالي قرية أبو دنقاش مركز أبشوي بمحافظة الفيوم جثمان الشهيد مجند رمضان محمد هلال الذي استشهد أمس إثر حادث إرهابي غاشم استهدف قولا أمنيا بطريق القنطرة غرب العريش بشمال سيناء. تقدم تشييع الجنازة اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم وجموع غفيرة من المواطنين، وقد حمل الجثمان ملفوفا علم مصر من مسجد فاطمة الياس بجوار مديرية أمن الفيوم على سيارة إطفاء بعد أداء صلاة الجنازة. وفي الدقهلية أدى المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي صلاة الجنازة بمسجد النصر بالمنصورة عقب صلاة الظهر على شهيد الهجوم الإرهابي بسيناء الرقيب عمرو السيد السعدني حسنين الذي يبلغ من العمر 35 عاما ولديه 4 أبناء، 3 بنات وولد، أكبرهم البنت الأولى بالمرحلة الإعدادية. وقد أكد المحافظ أن أبناء محافظة الدقهلية يستنكرون تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، وقال إن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر. أما في الغربية شيع الآلاف من أهالي قرية قرنشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية جثمان الشهيد أمين شرطة سامح محمد الذي استشهد في الحادث الإرهابي في العريش بشمال سيناء. تقدم الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات الشرطية بالمحافظة. حادث العريش الإرهابي أدناه مجلس الأمن الدولي بشدة، وجدد المجلس التأكيد على ما تمثله ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها من تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين، داعيا إلى ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومن يقدم لهم الدعم والرعاية في النواحي المالية والتنظيمية. قامت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بزيارة مصابي الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة من الضباط والأفراد الذين أصيبوا خلال المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية في منطقة أرض اللواء بالجيزة والذين يخضعون للعلاج بالمستشفى، حيث أشادت الوزيرة بدور رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين والتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية وإصرارهم على حماية الوطن مهما كانت التضحيات، متمنية لهم الشفاء العاجل، وأكدت أن الشعب المصري يثمن غاليا تضحياتهم لحفظ أمن واستقرار الوطن. من جانبه أكد وزير القوى العاملة دور رجال الشرطة في التصدي لمحاولات النيل من أمن الوطن في ظل ما تمر به المنطقة من تغيرات تتطلب يقظة واستنفارا أمنيا لتحقيق الاستقرار، مؤكدا التقدير الكامل لمصاب الشرطة خاصة إصرارهم على العودة سريعا إلى العمل لاستكمال واجبهم نحو الوطن. اصطحب قائد المنطقة الشمالية العسكرية قائد القيادة المركزية الأمريكية لتفقد عناصر القوات المسلحة المصرية والأمريكية المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2017 بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية. تفقد الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، يرافقه قائد المنطقة الشمالية العسكرية، عناصر من القوات المسلحة الأمريكية والمصرية والمشاركة ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2017 بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر والتي تستغرق عدة أيام. وقد شملت الجولة مناطق وميادين التدريب بالقاعدة ومتابعة سير العملية التدريبية لعناصر القوات الخاصة
ومعسكر التدريب الخارجي لعناصر المشاة الميكانيكي والمدرعات المشاركة من الجانبين. وأكد الفريق أول جوزيف فوتيل خلال الزيارة على عمق علاقات التعاون العسكري مع مصر، مقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية على الجهد المبذول وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف تدريبات النجم الساطع وتوفير كافة الإمكانات لتنفيذها على الوجه الأمثل، مطالبا العناصر المشاركة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، والذي يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالإمكانات التدريبية والإدارية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، مقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية على تهيئة المناخ الملائم لاستئناف تدريبات النجم الساطع، ومطالبا أيضا العناصر المشاركة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية. النجم الساطع كان تدريب مهم للغاية للولايات المتحدة الأمريكية ومصر وكذلك الشركاء الآخرين في منطقة الشرق الأوسط، وبالعودة إلى عام 1981 كان هذا هو حجر الزاوية في شراكتنا، ولذلك كان من المهم بالنسبة لي وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية أن نرى كيف يمكن أن نسترد مرة أخرى مناورات النجم الساطع، وأنا سعيد بأننا هذا العام تمكننا من أبدأه مرة أخرى. هي أصغر مما كانت عليه في الماضي ولكنها تركز على التحديات ذات الصلة التي نواجهها نحن الاثنين في مجال محاربة الإرهاب، لذا أنا أشعر بكثير من الإثارة في هذا الإطار. الاجتماع وتحديد تحديات جديدة مرتبطة بالإرهاب، هل حددتم تقنيات جديدة في هذه المناورة؟ نعم، ودعيني أقول أنني مدرك للهجوم الذي حدث في سيناء يوم أمس والذي أدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة هنا، بالطبع نرسل تعازينا للشعب المصري، ولكن هذا تذكرة لنا. نحن نثق بأن الشعب المصري ليس في حاجة إلى هذه التذكرة، ولكن هناك آخرون في حاجة إلى هذه التذكرة. مصر تحارب الإرهاب والإرهابيين في سيناء ومناطق أخرى في مصر، وفي الكثير من الحالات هي تقوم بعمل فعال للغاية مثل هذه التدريبات والمناورات، تساعدنا في التشارك في الدروس المستفادة وتطوير تقنيات جديدة وتكتيكات تساعدنا في التعاون بطريقة أفضل ضد هذا العدو المتطرف. ليس هناك دولة وحدها تستطيع أن تفعل ذلك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى شركاء لديهم القدرة لمساعدتها في القيام بهذا، ومصر بالطبع هي إحدى تلك الدول. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان مخالفا للدستور والقوانين المحلية في الإقليم، مجددا رفضه لما وصفه بفرض الأمر الواقع بالقوة من جانب واحد. وفي سياق متصل، صوت مجلس النواب العراقي على رفض الاستفتاء على استقلال الإقليم، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المرتقب لهذا الاقتراع الذي يثير ردود أفعال مختلفة في المنطقة. ويظل إقليم كردستان عراقيا، جملة خاتمة أطلقها مجلس النواب العراقي من خلال عملية تصويت رافضا بها إجراء استفتاء مزعم على استقلال كردستان، استفتاء أثير حديث عنه وأثار سخطا ضخما في جل الأوساط العراقية. قرر مجلس النواب العراقي ما يلي: 1. رفض الاستفتاء المقرر إجراؤه ضمن حدود إقليم كردستان وفي خارج حدود الإقليم في كل الأراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك، وحفاظا على وحدة العراق ترابا وشعبا. تمسك البرلمان العراقي بدستور البلاد الذي يؤكد على وحدة الأراضي ويرفض تقسيمها، وكذا يحدد حالات معينة لإجراء الاستفتاءات ليس من بينها الاستفتاء على جزء أصيل منه أو حتى على مناطق متنازع عليها بين هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي وبين السلطة المركزية العراقية مثل كركوك. رفض البرلمان العراقي للاستفتاء على بتر أحد أعضائه والذي وصف بالتاريخي يستند كذلك إلى البعد الأمني، رفض اعتبر أن تفتيت العراق يضعف هذا الجسد في مقاومة فيروس تنظيم داعش الإرهابي ويضر دون شك بالأمن العام للبلاد. العراق حقق النصر على داعش، وأن أي إجراء
من شأنه أن يزعزع الاستقرار الأمني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي في هذه المرحلة. وبذات المنطق الوحدوي والقومي العربي، أكدت الجامعة العربية على لسان أمينها العام ووزير خارجية العراق أن العراق سيبقى موحدا وعلى قلب رجل واحد في مواجهة مساعي تمزيقه من أجل صد المخاطر الرابضة على بابه. إن بقاء العراق الموحد الفيدرالي متعدد الأعراق والمكونات هو مصلحة للعراق بعربه وكرده وللأمة العربية كلها. على لسان نوابه، أبى الشعب العراقي إلا الوحدة والصمود في وجه محاولات الفرقة والتمزيق، محاولات يصر ساسة كردستان عليها من خلال الإصرار على إجراء الاستفتاء، محاولات تمزيق يعتقد مسؤول العراق إلى مطالبة السلطات باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدته، ثم البدء في حوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد وطرفه الشمالي إقليم كردستان وكذا كركوك التي تجمع ألوان طيف الشعب العراقي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمصرع 35 مدنيا على الأقل جراء غارات شنتها طائرات روسية وأخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على 3 قرى تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة دير الزور في شرقي سوريا. وفي سياق متصل، أكد الإعلام الحربي للجيش السوري اقتراب موعد عملية عسكرية جديدة في ريف دير الزور السورية استعدادا لاستكمال معركة التحرير الكاملة للمدينة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. تبدر الإشارة إلى أن محافظة دير الزور تشكل مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات الجيش السوري بدعم روسي، والثانية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي. أوقفت السلطات التركية 13 محامين على الأقل من مكتب يتولى الدفاع عن أستاذة جامعية ومدرس، مسجونين ومضربين عن الطعام قبل يومين من بدء محاكمتهما. وكانت الأستاذة الجامعية والمدرس قد فصلا من عملهما بمراسم صدرت في إطار حالة الطوارئ بعد محاولة التمرد الفاشلة في شهر يوليو من العام الماضي، ثم تم سجنهما فيما بعد بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله جولن التي تتهم السلطات بالإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أوقفت أكثر من 50,000 شخص وفصلت أكثر من 140,000 من عملهم خلال حملة تطهير واسعة النطاق بدأتها منذ محاولة التمرد الفاشلة. وما زلنا في الشأن التركي، حيث وقعت أنقرة وموسكو عقدا لشراء منظومات صواريخ S-400 الدفاعية بحسب ما أعلن الجانبان التركي والروسي في اتفاق من شأنه إثارة غضب حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سددت الدفعة الأولى من قيمة العقد، مؤكدا تصميم الطرفين التركي والروسي على إتمام وتنفيذ هذا التعاقد، مشددا على حرية بلاده على شراء المعدات العسكرية التي تحتاجها دفاعاتها. أكدت مصر في بيان باسم المجموعة العربية أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أكدت رفض المجموعة القاطع وإدانتها الشديدة لجرائم التطهير العرقي والانتهاكات البشعة التي يرتكبها المتطرفون بحق أقلية الروهينجا منذ سنوات في ميانمار. وحثت المجموعة مجلس حقوق الإنسان اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لوقف هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية، إضافة إلى العمل بجدية لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان وصول الفرق الإنسانية والمساعدات إلى شعب الروهينجا فورا. من جانبها، أدانت الصين أعمال العنف التي تشهدها ولاية راخين في ميانمار والتي نتج عنها فرار أكثر من 370,000 من مسلمي روهينجا إلى بنغلاديش منذ اندلاع العنف في نهاية الشهر الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة الهجرة الدولية. ويأتي ذلك فيما قامت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بزيارة لأحد مخيمات إيواء اللاجئين، حيث طالبت ميانمار باتخاذ خطوات لإعادة رعاياها لبلاد، مؤكدة على تقديم مساعدات مؤقتة إلى أن يتم ذلك. لقي 15 شخصا مصرعهم في حادث تصادم بين ميكروباص ومقطورة محملة بالطوب على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات، وتم نقل 9 جثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام والجثث 6 الأخرى إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي. شنت الهيئة العامة للرقابة الإدارية حملات مكثفة على المدن الجامعية بالجامعات للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة مع اقتراب العام الدراسي الجديد. وفي جامعة حلوان حددت الحملة موعدا آخر لاستلام المباني الخاصة بالمدينة الجامعية كاملة قبل بدء العام الدراسي، وذلك بعد ملاحظة عدم انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بالمباني. لا تترك الرقابة الإدارية موقعا يلامس شريحة عريضة من المواطنين إلا وترسل حملاتها إليه. وفي موقع جديد علينا قامت الرقابة الإدارية بحملات مكثفة على المدن الجامعية لمراقبة جميع أوضاعها على الأرض، بدءا من استقبال الطلبة والتسكين حتى نهاية المطاف. الجولة بتهدف للوقوف على مدى استعداد المدن من حيث الحالة الإنشائية، حيث الشؤون الإدارية، التغذية، الاستعداد من خلال تنسيق الطلبة للدخول للمدينة ومعرفة مين الطالب اللي يستحق ان هو يلتحق بالمدينة ولا لا. وفي طريق الجولة باشرت الحملة كل شبر من مباني المدينة الجامعية وتابعت عدم انتهاء اعمال الصيانة وتأكدت من عمل اجهزة الاطفاء وطفايات الحريق والتنبيه على رش الغرف ووجود منافذ للتهوية وتوفير كولدرات مياه للطلبة ومطالبة المسؤولين بتغيير مراوح الغرف بعد ان لاحظت ان ارتفاعها من الممكن ان يعرض حياة الطلاب للخطر. تم التأكيد خلال الجولة على الاعمال الهندسية من خلال الصيانة واعمال الكهرباء في بعض المباني، او تحديدا مبنى واحد في مدينة البنين. المبنى بيحتاج لرفع كفاءة في الاعمال الصحية والاعمال الكهربائية، واحنا ادينا فرصة للمسؤولين هنا عشان يقدروا ان هم يصابوا اوضاعهم، وهنمر عليه مرة تانية في نهاية اليوم او في يوم تاني للتأكد ان المبنى صالح للاستخدام او مستعد ان هو يبدأ العام الدراسي ويستقبل طلبة. وفي حالة عدم استعداد المبنى لاستقبال الطلبة هيتم غلقه. عندي رشح في بعض المباني هنحاول نستكمله، عندي كشافات إضاءة، عندي بعض من السخانات هنحاول نستكملها يعني. انتقال داخل المباني وخارجها، فبحثت الحملة عن سيارات الإسعاف وتجولت داخل العيادات الطبية لمراجعة الأدوات والأدوية. وفي النهاية طالبت الحملة المشرفين بالتوعية عن مخاطر التدخين للطلبة والاشتراك في خدمات الإنترنت والقنوات الرياضية حتى لا يجد الطلاب في الكافيهات ملاذا لهم. خلف هذه الجدران يمكث أبناؤنا 4 سنوات، هم في أعمارهم صراط بين الجد والهزل، يأكلون وينامون ويذاكرون، من الممكن أن يفسد بعضهم بعضا، لكن الإشارة جاءت قبل بدء العام الدراسي لمن يراقبهم ليطمئن أهاليهم بأن هناك عيونا مستيقظة ترصد أيضا من يراقبهم. من المدينة الجامعية بجامعة حلوان، أحمد بكير للتلفزيون المصري. وفي حملة للرقابة على المدن الجامعية بجامعة بني سويف أحالت الهيئة 49 مسؤولا للتحقيق لما نسب إليهم من تقصير في أداء العمل، الأمر الذي أدى إلى سوء الحالة العامة للمدينة الجامعية للطلبة وعدم استعدادها لاستقبال الطلاب قبل أيام من بدء العام الدراسي. على جانب آخر، فجاءت حملة الرقابة الإدارية في بني سويف المدينة الجامعية للطالبات بشارع عبد السلام عارف والمدينة الجامعية للطالبات بحي الرمد ولاحظت الانضباط وحسن الأداء والاستعداد للعام الجامعي الجديد، إلا أنها أبدت عددا من الملاحظات لتلافيها مستقبلا. أعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية عن برنامج شامل للتنمية في المحافظات، مشيرا إلى أن تفعيل الحوكمة واللامركزية هو مطلب أساسي لتطبيق البرنامج. جاء هذا أمام مؤتمر الوزارة الأول حول الحوكمة ومكافحة الفساد. وخلال المؤتمر تناول وزراء العدل وشؤون مجلس النواب والتخطيط خطط وزاراتهم لتحقيق العدالة الناجزة وإقرار القوانين والتطوير الإداري في المحافظات
بما يحقق التنمية الشاملة. مواجهة مستمرة ومتواصلة للفساد ومكافحته لما له من أثر سلبي على التنمية والتقدم، وذلك من خلال الأجهزة المعنية. من هذا المنطلق جاء مؤتمر وزارة التنمية المحلية الأول الذي تناول آليات تطبيق الحوكمة كخطوة هامة في مكافحة الفساد ومن خلال الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية. يتطلب بناء الدولة الحديثة إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، وقد نص دستور مصر لعام 2014 بدقة على اللامركزية إطارا للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة. وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى تحقيق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباته التنظيمية والإدارية والرقابة والحوكمة والأطر والأدوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك. الحوكمة أو الحكم الجيد أو الحكم الرشيد، وهو زي ما حضراتكم عارفين هو بيشمل كل الأطراف ذات الصلة، المؤسسات، الآليات التي تتعاون مع بعضها من أجل إدارة موارد الدولة بشكل كفء. المؤتمر تضمر استعراضا لآليات تحقيق العدالة الناجزة من خلال القوانين المختلفة وكذلك القوانين التي يناقشها البرلمان، كما تم تناول قانون الإدارة المحلية الذي سيأخذ طريقه في الصدور خلال الفترة القادمة. الإدارة المحلية هي المكون الثالث للسلطة التنفيذية بعد مؤسسة الرئاسة والحكومة، ووردت أحكام الإدارة المحلية في الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الخامس للدستور في المواد من 175 إلى 183. استعراض شامل لآليات مكافحة الخروج على القانون من خلال الأجهزة الرقابية المعنية وكذلك تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تناوله المشاركون في المؤتمر. عبر سلك الآليات فيما يتصل بدور الجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في آلية الرقابة وآلية المساءلة، ويباشر الجهاز دوره في هذا الشأن على كافة الوحدات الإدارية والجهات الخاضعة لرقابته قانونا في مجال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. تطبيق اللامركزية وتفعيل الحوكمة والقوانين إضافة لدور المجتمع المدني خطوات لازمة لمكافحة الفساد. عهدي صبحي، التلفزيون المصري. في ضوء جهود وزارة الكهرباء المبذولة لتلبية الحاجة المتزايدة على الطاقة، تبرز أهمية محطة كهرباء بنها بمحافظة القليوبية، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة المعتمدة على البخار لتضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 750 ميجاوات. محطة توليد كهرباء بنها إحدى المحطات التي ارتكزت عليها خطة وزارة الكهرباء العاجلة لمواجهة حالة الإظلام التي تعرضت لها مصر عامي 2013-2014. المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة وتضم وحدتين غازيتين بطاقة 500 ميجا وات وأخرى بخارية بطاقة 250 ميجا. كل وحدة غازية عبارة عن 250 ميجا وات، وحدتين غازيتين بيدونا 500 ميجا وات اللي هي الدورة البسيطة، وبستفيد بدرجة حرارة العادم اللي هو أكتر من 600 درجة مئوية بتاع الدورة البسيطة بتاع الوحدات الغازية، وبأخش على وحدة مركبة بستغل العادم ده لتحويل المية لبخار محمص، أشغل بيه تربينة بخارية اللي هي الدورة المركبة بحيث في الآخر أطلع عندي 750 ميجا وات. إنتاج محطة كهرباء بنها يضاف إلى الشبكة القومية عبر خطين تجاه مدينة قويسنا وآخرين لشرق بنها. بعد كده بتخش على محطات محولات تخفيض تابعة لشركة النقل، تخفض من 220 كيلو فولت ل 66 كيلو فولت، وبعدين تخش على محطة محولات تانية من 66 ل 11. بعد كده تاخدها شركة التوزيع تنزل من 11 ل 380 اللي احنا بنشوفها في الشوارع. ضمن مكونات محطة بنها غرفة التحكم الرئيسية التي تعتبر عقل المحطة، ففيها التحكم والمراقبة لكل شيء عبر شاشات خاصة. أي حاجة غير طبيعية موجودة في الموقع بشوفها أنا، بشوفها على عن طريق الشاشات دي. كل مهندس من المهندسين اللي قاعدين على كل شاشة، كل مهندس مخصص بأعمال معينة متابعة أجزاء معينة بالمحطة.
محطة بنها وملحقاتها تقام على مساحة 23 فدانا، وضمن محتوياتها الرئيسية غرفة المفاتيح التي تتحكم في مخرجات الكهرباء المنتجة، وبالإضافة أيضا إلى المفاتيح الخاصة بالوحدات الأساسية اللي هي الوحدة الغازية الأولى والوحدة الغازية الثانية والمحول الوحدة البخارية. يعني أنتوا هنا بتتحكموا في الكهرباء اللي خارجة؟ اللي خارجة، اللي هو الخارج اللي هو الـ 220 اللي طالع على الشبكة الموحدة. محطة بنها لتوليد الكهرباء دائما ما يشار إليها بالبنان، فهي واحدة من باكورة المحطات التي أضافت إلى الشبكة القومية، وساهمت في الحد من فترات الإظلام التي كابدها المصريون عامي 2013-2014. المحطة تعد رمزا للإنارة والتنوير في بيئتها ببنها، ومنها رأفة الفقه التلفزيون المصري. الآن مشاهدينا موعد أخبار المال والأعمال مع سارة نجيب، ولكن بعد الفاصل. أخبار المال والأعمال التاسعة، أهلا بحضراتكم. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام قطاع البترول بالمحافظة على الأصول الإنتاجية والمنشآت والأفراد من خلال الالتزام بقوانين حماية البيئة وقواعد السلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال، وضرورة أن تكون شركات القطاع العام البترولية نموذجا يحتذى به في التشغيل الاقتصادي الآمن. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لشركات القطاع العام العامرة والإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية للعام المالي 2016-2017. وطالب الوزير بدراسة إقامة وحدات جديدة متطورة بالشركات الثلاث لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والخامات البتروكيماوية لتمكنها من تحقيق نقلة نوعية في الأداء ومواكبة التطور في الصناعة والاقتصاد بشكل عام. أطلقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر مبادرة فكرتك شركتك لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر. وخلال مؤتمر صحفي أوضحت نصر أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم المادي والتجاري والتقني والقانوني لأصحاب المشروعات الصغيرة للبدء في مشروعاتهم وللمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. شباب طموح طالما اصطدم بواقع مؤلم خلال تنفيذه لمشاريعه البسيطة، مما دفع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمد يد العون بإطلاق مبادرة فكرتك شركتك لتشجيع هؤلاء الشباب على إقامة مشاريعهم الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بمحافظات الجمهورية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أطلقت هذه المبادرة خلال مؤتمر صحفي أعلنت خلاله أن هذه المبادرة جاءت بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017. قدم للشاب حزمة من الدعم، منها تمويل، منها تنمية مهارات وتدريب، منها اللي عنده فكرة ازاي بنساعده في دراسة جدوى ان يحول فكرة لمشروع، بس كمان الشاب اللي هو ما عندوش فكرة وعايز يعني حريص جدا ان هو يبقى منتج وداعم، ازاي ان احنا نديله فكرة مشروع ونساعده. المبادرة ترتكز على 4 عناصر أساسية هي التمويل ومشروعات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. دولة هنا كان دورها الرئيسي إن هي بتحدد آلية وبتجيب التمويل اللي يقدر يساعد إن هو الشاب يقدر يحقق الأفكار بتاعته، تمام، وهي بتخش بتساهم وبتشارك معاه من خلال شركة مصر ريادة الأعمال. بالنسبة لليو إن دي بي، الاهتمام تبعنا بهيدا المؤتمر بالذات هو انه ندعم انشطة تجارية تبغي المردود الاجتماعي. فكرتك شركتك مبادرة جديدة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتشجيع الشباب المبتكر الراغبين في الاستثمار دون مخاطر وتحقيق اهدافه التي تصب بدورها في عملية التنمية. خالد ياسين، التلفزيون المصري.
عقدت بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي على مستوى الخبراء لبحث القضايا المدرجة بجدول أعمال المؤتمر، ويفتتح المؤتمر رسميا بعد غد الخميس، ويستمر يومين بمشاركة كبار المسؤولين ورؤساء البنوك المركزية الذين يمثلون نحو 94 دولة. وسوف تركز الاجتماعات التحضيرية على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي وسبل إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو النتاج المحلي الإجمالي. تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. قبلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجاك 30 بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 13474 نقطة، بينما ارتفع المؤشر إيجاك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.7%، والمؤشر إيجاكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 95%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه. قالت كريستيان لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتعافى لكنه قد يخرج عن مساره بسبب الضبابية السياسية ومخاطر الحمائية التجارية. تصريحات لاغارد جاءت خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، حيث من المقرر أن تلتقي رؤساء منظمات دولية أخرى من بينهم رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم. شهدت فرنسا مظاهرات حاشدة وإضرابات ضد مشروع قانون العمل الذي يرى معارضوه أنه منحاز إلى أصحاب الأعمال على حساب الموظفين. ويقضي مشروع قانون العمل الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالات الفصل عن العمل وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات في نظر المعارضين تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا. استقرت أسعار النفط مع تقييم المتعاملين لتأثير أسعار إعصار إرما على الطلب مقابل إعادة تشغيل المصافي في أعقاب إعصار هارفي، وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات لتصل إلى 53 دولارا و80 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات ليسجل 48 دولارا و4 سنتات للبرميل. تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 1325 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% ليصل إلى 1330 دولارا للأوقية. أعلن رئيس وكالة إدارة الأحوال الطارئة الأمريكية أن الإعصار إرما الذي بلغت سرعته 130 ميلا في الساعة قد دمر ربع المنازل في جزر فلوريدا كيز، منوها إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى دمار 25% من المنازل، فيما لحقت أضرار ب 60% منها جراء الإعصار الذي يعد من الفئة الرابعة. هذا وقد بدأ سكان كيز بالعودة إلى منازلهم، إلا أن معظم الأراضي المنخفضة في الأرخبيل الواقع جنوب ميامي لا تزال مقفلة أمام حركة السير بانتظار انتهاء السلطات من تقييم الأوضاع. أما عن أحوال الطقس على أنحاء الجمهورية فتستعرضه معكم بعد الفاصل شاهيناز مصطفى جويش. مشاهدينا أهلا بكم مع أنباء الطقس كما يتوقع خبراء الأرصاد.
من المنتظر أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف الليلة. كما تقل رؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا، وذلك على شمال البلاد، وتظهر مجموعة من السحب المنخفضة والمتوسطة، وذلك على السواحل الشمالية. الرياح سرعتها معتدلة، والبحر المتوسط أيضا معتدل ومهيئ لكافة الأنشطة البحرية. أما في سيناء فالطقس المتوقع هناك مائل للحرارة شمالا، حار جنوبا، وذلك أثناء النهار يكون لطيفا ليلا. ورياح سرعتها معتدلة تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية. أما التوقعات المنتظرة في الأيام الثلاثة القادمة فتشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس ولمدة 72 ساعة على الأقل. نتعرف مشاهدينا درجات الحرارة في الأيام الثلاثة القادمة، ونبدأها من القاهرة. يوم الأربعاء 25-37، الخميس 25-34، والجمعة تنخفض إلى 23-33. أما عن شرم الشيخ، الأربعاء 31-42، الخميس 29-36، والجمعة 27-36. وأخيرا مع الأقصر، الأربعاء 27-46، الخميس 26-42، والجمعة 26-39. المشاهدين، إليكم بيانا بدرجة الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة 25-37، طنطا 24-37، المنصورة 24-35، دمياط 24-31، الإسكندرية 22-31، مرسى مطروح 23-30، وادي نطرون 25-37، الفيوم 25-38، الوادي الجديد 27-43، أسوان 31-47، حلايب 30-40، شلاتين 29-42. التاسعة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. السيسي يؤكد الحرص على الارتقاء بالتعاون مع طوكيو في المجالين الاقتصادي والتجاري، ووزير خارجية اليابان يشير إلى ما تمثله مصر من سوق واعدة. نحن لا نقبل ما تفضل به مندوب قطر. وشكري يرفض كلمة ممثل قطر في اجتماع وزراء الخارجية العرب، واصفا أسلوبه بغير المقبول، ويؤكد أن مصر تعرضت لإرهاب بتمويل قطري. مصر تشيع جثامين شهداء اعتداء العريش الإرهابي وسط إدانة من مجلس الأمن ودعوات دولية لملاحقة رعاة الإرهاب. وأما المزيد مشاهدينا فندعوكم لمتابعته على موقعنا ignews.net. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.